بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحبابي أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نلتقي بكم في حلقة جديدة من برنامج والله لأنورن قبر أمي. يا أحباب النبي صلى الله عليه وسلم، الأمة التي أرضعتك لماذا نسيتها؟ أخذت الميراث ونسيتها؟ أنسيت كل ما فعلته لك أمة؟ أتتركها في قبرها وحيدة؟ أتترك هذه الأم؟ نحن لدينا عدة محاكاة لبعض الناس الذين تصدقوا، وأنا جبت مهندس يعني مصمم يعمل لنا إيحاءات للناس اللي تصدقوا اللي هم رفضوا ان هم يذكروا اسمائهم، ومنهم كانوا ناس صغيرين قال لي انا كنت بفكر امي وهي بتحميني وتغسلني وتاكلني وتطعمني وانا صغير وماتت، ماتت وانا صغير، وفلانه ربتني من الجيران، او مرات ابويا كانت بتضربني، فأنا ذكرت أمي لما كبرت ووجدت إن هذا الكتاب بيوزع في المساجد، الحمد لله وانتشر في كل الكرة الأرضية الآن. أردت أن أفعل لأمي شيء وأن أخرج جزءا من مالي لأمي التي لم أكن أراها. هذا هو الأطفال الصغار لما كبروا جاءوا إلينا هنا تصدقوا على أمهاتهم. اوعى تنسى أمك، أمامك كنز كتاب غفران الذنوب وتنبور القبور بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. سوف يأتي شهر رمضان وليس معك أمك التي ماتت، سوف يأتي العيد فاجعل قبرها عيد، نور قبر أمك، ربنا نور عليك في الدنيا والآخرة. انت بتقول ايه لأمة؟ معذرة امي فلن انساك مرة ثانية. نعم فقد حملتيني 9 أشهر واليوم تراب القبر يحملك. نعم فقد حملتيني 9 أشهر واليوم تراب القبر يحملك. نعم لم تنسيني طيلة حياتك واليوم لم أحمل جميلك. نعم كنت تجلليني وتقبليني واليوم أتمنى أقبل جبينك. نعم القبور ظلمة عليك ولم أتصدق عليك بما ينور قبرك. نعم لقد نمت على سريرك واليوم تنامي بعيدا في لحدك. نعم فلأتصدقن عليك بما ينير قبرك ويؤنسك في وحدتك. فهذا الكتاب سبق لك وهدية لخير نبي ورسول يشبع لك. أقسمت برب الكون ما رأيت أفضل منه للأموات ينفع لك، وبشهادة كل العلماء والصالحين وكل أهل الجنان عندك. وها أنا أقوم من فوري ولم أبخل عليك بمالي من أجلك. وها أنا أقوم من فوري ولم أبخل عليك بمالي من أجلك. يا سلام على بر الأم بعد موتها، يا سلام أنت تعيش في النور وتشعل النور وأمامك نور الشمس ونور القمر ونور النجوم ونور الأكوان من المصابيح والكهرباء وغيرها، ولكن هل فكرت أن تنير قبر أمك؟ بكيت عليك فقدا، بكيت عليك ألما، بكيت عليك شوقا،
وهبتك هذا الكتاب صدقة جارية عليك يا غالية قلبي. يا سلام، صدقة جارية لكي لك يا أمي، لينور الله قبرك ويغفر ذنبك. في يوم ما تذكرت أمي وهي تمرضني، وكانت تحمل رأسي عليها وتدعو لي، واليوم أصبحت أمي داخل القبر مسلوبة الإرادة، فأردت أن أهديها طرفا من جميلها لي، وهو كتاب غفران الذنوب وتنوير القبور بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. يتيم الأم، يا سلام، برحيلك يا أمي فقدت نور الحياة. ولما قرأت قصص وأدعية كتاب غفران الذنوب وتنوير القبور بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، أحسست أنك بجانبي، وهبت لك كل الأدعية والصلوات على الرسول صلى الله عليه وسلم التي بالكتاب ليغفر الله ذنبك وينير قبرك. شفتوا يا جماعة الخير، يا أحباب النبي صلى الله عليه وسلم، الراجل اللي أول واحد تبرع بكتاب غفران الذنوب وعمل 1500 نسخة لأبيه وأمه، جاءوا له كلهم في المنام، ثم جاءه أبو بكر الصديق ورسول الله صلى الله عليه وسلم يوزعان الحلوى على القبور ويسلمان عليه. وقصته موجودة معاكم في الآية، هتظهر في الفيديو فوق وانتوا بتشوفوها، تشوفوا قصته. يعني الكلام مش من فراغ، وهو اتكلم بنفسه. اصحي يا أمي، صورة مؤثرة جدا. والله وحشتيني، جئت إليك اليوم بكتاب تنوير القبور بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم هدية لك ليغفر الله ذنبك وينير قبرك. يا سلام، يا الله، أنت عايزة تنور قبر أمك، عايزة تقول إن الكتاب أحسن من النور اللي أنا شايلاه، إن نور النبي أفضل من نور المصباح اللي البت الأمورة الصغورة الفطوطة اللي شايلة المصباح دي. تقول اللهم ارحم من ماتت بالدنيا ولم تمت في قلب. يا سلام، مين اللي أمه ماتت وما تش في قلبه؟ هل تصدقت عليها؟ اللهم وسع قبر أمي بنعيم لا يفنى. ما هو النعيم الذي لا يفنى؟ والله هو الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم، صدقة جارية. مش تذبح جاموسة، تذبح عجل، تعمل صوان ومراسم كبيرة وتتباهى وتوزع القهوة والسجاير في المآتم وتجيب صيد وتتباهى وانت منافق، لأن انت بتتباهى بالمظاهر. إن شاء الله هيتعمل فيك كده يوم موت. انت نسيت تعمل الحاجات دي؟ عملت حاجات بملايين ونسيت تطلع كتاب بملايين. يا شوف البنت دي، امها كانت بتتعذب في النار، واحنا قلنا الكتاب لغفران الذنوب، ففيه واحده، واحد صلى على النبي امام قبر واحده كانت مكف في جهنم، فجت للإمام الحسن البصري رحمه الله وهي تتقلب على سرير في الجناب، وقال لها: ماذا يا بنتي؟ أنت كنت إيه اللي حصل لك؟ دمك بتشوفك دايما في النار، أنت كنت عاصي أمك وكنت مصرفة على ذنبك. قالت: راجل مر على المقبرة فصلى على النبي فغفر الله لكل من في المقبرة، 70,000 تم غفر الله لهم لأنه أهدى الصلاة على النبي له، فالله غفر لي معهم. أمي، البنت بتقول: أمي أراك تتعذبين وتلبسين ثوبا من قطران،
ولقد قرأت قصة في كتاب غفران الذنوب وتنوير القبور بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، أن الله أعتق بنتا من النيران ودخلت الجنان بسبب الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، فلوزعن اليوم صدقة جارية لك. بنت الأم بتقول على اليسار: الحمد لله وصلت هديتك يا بنتي، وغفر الله ذنبي وأنار قبري. حاجتين مع بعض، غفران الذنب وإنارة القبر. خليكم انتوا نايمين في العسل، وخلي الفلوس مدفياكوا، ولما تيجوا تنفقوا الفتاة. يعني لو النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليك هتديله من بقايا الطعام اللي انت بتاكله، ولا هتعطي احسن ما عندك؟ فانت لما تيجي تخرج الكتاب ما تحاولش ان انت، شوف ابو بكر الصديق طلع كل مال، وعمر الخطاب طلع نص مال، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: ان عمر ياتي كتابه بيمينه. فاستعجب الناس الصحابه: عمر ياتي كتابه بيمينه؟ امال ابو بكر هيعمل ايه؟ قال: ابو بكر ليس له كتاب. يا سلام، شوف الفرق بالصدقه وهم صحابه. يا سلام، شوف البنت، شوف الست اللي قاعده وتقول ايه، وجايه كانها في جهنم: اولادي اخذوا ميراثي ولم يتصدقوا علي. والتانيه محتاره وماشيه بتقول: وانا لم يزرني احد في قبري. قامت التالتة قالت: وأنا سمعت بهذا الكتاب في الملأ الأعلى، وبخل علي أولادي وانشغلوا بالدنيا وانشغلوا بمالي. نعم، لقد وجدت الشيخ الشعراوي رحمه الله يأتي بالأموات في بيتي هنا ويأكلون ويشربون، وهو قاعد مبسوط جدا وفرحانين ان الكتاب اتوزع للاموات. الله يرحمك يا شعراوي. وله قصه طويله هنحكيها بعد كده، وانا حكيتها في قصه الخضر عليه السلام. الام بقى فرحانه كانها جايه في الجنه لبنتها اللي لما كبرت وعرفتها البنت شايله الكتاب وراحه لامها صدقه. قول: صدقت لي وصلتني يا ابنتي، ورفع الله بها درجتي، وغفر ذنبي وزلاتي بفضل الصلوات على الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الكتاب، وكانت نورا لي في قبري وامانا في يوم بعثي. شكرا ابنتي. مين اللي محتاج امه تشكره وربنا يشكره والرسول صلى الله عليه وسلم يكبره ويكتب اسمه في صحيفه عند النبي صلى الله عليه وسلم عشان يثبت وانت فأرض المحشر على الصراط إلى الجنان معه إن شاء الله. صدقتك وصلتني يا ابنتي، رفع الله بها درجتي، وغفر ذنبي وزلتي بفضل الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الكتاب. يا سلام، شوف البنت بتقول إيه: عذرا أمي، ولقد انشغل أخي الأكبر ببناء العمارات، وانشغل أخي الآخر بتجارة الأراضي، وانشغل أبي بزوجته الثانية والثالثة وهكذا، ورفضوا أن يتصدقوا عليك بهذا الكتاب، فاشتريت كتابا واحدا من مصروف سرق جارية لك. ربنا يكبر بخاطرك يا أختي اللي في قطر، وأختي اللي في الإمارات، وأختي اللي في فلسطين، وأختي اللي في ليبيا، وأختي اللي في سلطنة عمان. أربع نساء لم أرى مثلهن في البر بآبائهن بعد موتهن أو أمهاتهن. قليل الكلام كثير الفعل،
كريمات سخيات لا تتصدق، لا يتصدقن بالفتاة، ولكن والله أقصى ما عنده. شكرا لابنتي الأم في القبر نايمة بتقول الله سوف ينساهم كما نسوني. أي والله ورثوا مالي ولم يتصدقوا علي منه، فسوف ينساهم أولادهم حينما يرحلوا عن الدنيا. ولا تحسني فهديتك وصلتني، وأنار الله قبري وغفر ذنبي. يا سلام، الأم ده فرحانة كأنها طيرة. أمي هتبقى ملكة في الدنيا وفي الآخرة، وستبقى أمي أجمل ملكة. وحملت الكتاب لأمها. افتكرت أمك يا حبيبي وهي كانت بتمرضك. قلت له روح أمي الغالية، لروحك الغالية أمي صدقة جارية، أتمنى أن أحتضنك بشدة وأبكي في أحضانك. رحمك الله رحمة واسعة وغفر لك وتجاوز عنك وجعلني بارا بك بعد مماتك أمي الحبيبة، وجمعني بك في أعلى الجنان. آمين يا حبيبي. أنت جئت إلي وتصدقت على أمك، سكرتها وأنت صغير فعلا، ربنا يكرمك. يا سلام، صدقتك وصلتني يا ابنتي، والله ورفع الله بها درجتي وأنار قبري وغفر ذنبي. يا سلام، ما تزعلش يا بنتي، أمك جات لك هي في المنام، شوفي عاملة إيه. مين اللي كانت أمها جات لها في المنام مش متذكرها؟ نفس الناس يجوا هنا ويتكلموا، ولكن بيستحوا، عايزين صدقاتهم في السر. أمي الأم صورة من رحمة الله لهيئة بشر، يا رب أطعم أمي من الجنة. آمين. وكل أمهات المستمعين واسقها من الجنة وألها مكانها من الجنة، وقل لها ادخلي من أي باب تشائين. آمين يا رب العالمين. اللهم ارزق أمي شربة هنيئة من حوض الجنة. آمين. اللهم اطعم أمي من ثمار الجنة. آمين. وابني لأمي عندك بيتا في الجنة. آمين. واكتب اسمها من العتقاء من النار، أمي وأم من قال آمين 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 آمين. يلا شوف الراجل نسى حرفة الهمزة، المفروض ما تتكتبش مع ابنه كلمة اسمها. يلا ربنا يسامحه. تذكرتك يا أمي وأنت تعد لنا الطعام، فنهضت من فورة ووزعت 2000 نسخة من كتاب غفران الذنوب وتنوير القبور بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. فعلا لما تذكر الصورة دي، كانت الناس اللي الفلاحين ويقعد قدام الفرن ويستنى الأبابير والعيش السخن، وأمه تأكله وتحميه وتغسله وتجيب له الحاجات دي وتفقش له البيض وتحط على الرغيف في الفرن. جه جاري قال لي والله أنا لأطلع 2000 نسخة على أمي. اللهم ارزق أمي شربة هنيئة من أنهار الجنة وأطعمها. آمين يا ابني. وأطعمها من ثمار الجنة، وابني لها عندك بيتا في الجنة، واكتبها من عتقاء النار. آمين. أنت وزعت 2000، ربنا يبارك فيك وينور قبر أمك. ولكن لو سمعتني قول لي، لو جات لك في رؤيا كده تعالى عرفنا وقول للناس يا حبيبي. رحمك الله يا أمي، هذا الكتاب هدية لك لينور قبرك. شوف أمك شيلاك واليوم القبر ضمها، فحاول إن أنت تشيل الجميل زي ما شالتك أو زي ما شالتك. هتسيب الفلوس لإمتى يا ناس؟ فوق يا ناس. لا تحزني يا أمي، لقد تأخرت عليك. نعم، في ناس كانت متأخرة كتير كشعفها، والآن
آن الأوان أن أبعث لك هذا الكتاب صدقة جارية كي ينور الله قبرك. هذا الكتاب صدقة جارية على روحك يا أم، لما تبكيش الجمعة دي غالية أوي 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 أوي. نعم أنت بتقول لا يوجد سعادة من دون الله يرحمك يا أم، ولكن السعادة لما تبعثي لها هذا الكتاب هدية. 1000 نسخة مش كتير، ده فيه ناس ممكن تنفعل بسبب الحلقة دي يعملوا 5000 نسخة و10000. أنا ما شفتش واحدة من سيدات الأعمال أبدا عملت لأمها، والله ولا واحدة. ليه مش عارف؟ هل أنت متفكرة إن أنت ما أنتش هتموتي؟ طب ما والله ما حد عامل لك الفلوس اللي بنت بتلمها، ما في حد هيعمل لك حاجة من ولادك. خليك أنت بقى. ايه ما تعملي 5000 و10000 نسخة؟ ما بتعمليش تجارة في الآخرة ليه؟ أمي هي ميتة فعلا، ولكن في داخل حية. وكيف تموت وفي ذكراها؟ كيف تموت وفي ذكراها؟ يا رب نور قبرها بفضل هذا الكتاب. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. أمي حبيبة قلبي، إن هم نسوك فلن أنساك أبدا، وإن بخلوا في دعواتهم فلن أبخل. اللهم نور قبرها وأنسها في وحدتها، واعف عنها وأكرم نزولها، واجعل قبرها روضة من رياض الجنة. نعم اشتريت هذا الكتاب ووزعت الصدقة عليك يا أمي كي ينور الله قبرك ويغفر ذنبك. يا أم الحبيبة، هذه صدقة جارية عليك. اللهم في كل دقيقة تمر على أم وهي في قبرها، أسألك أن تفتح لها بابا تهب منه نسائم الجنة، واغفر لها وارحمها. آمين. أنت كنت ولد بر بس أنا نسيتك. نختم بقى، هنختم بقى. معلش تأخرت عليك يا أمي، ومشاغل الحياة خدتني، وعندما صدر كتاب تنوير القبور بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم حصلت منه على كمية كبيرة ووزعتها ليكون صدقة جارية لينير قبري. يا أحباب المصطفى صلى الله عليه وسلم، نأسف على الإطالة، فلقد عملت محاكاة للناس المتصدقين، أقل ما يمكن أن أعمله لهم الذين رفضوا ذكر أسمائهم في العام الماضي. وأيضا عملنا محاكاة للأب في حلقة قادمة إن شاء الله. فمن أراد أن يتصدق فليبادر قبل 10 شعبان، لأننا هنطبع في أول شعبان بحيث يتوزعوا في رمضان، وهنطبع في 10 شعبان بحيث يتوزعوا في 10 الأواخر من رمضان. وممكن صدقتك تأخر ال10 الأواخر من رمضان ليالي القبر، بحيث يكون أنت تجعل قبر أمك عيدا. كيف يأتي العيد ولم تجعل قبر أمك عيد؟